المهجرات الأصايل انطلقت هذه النخبة وهذه الشعارات باحثين عن ناموس وباحثين عن تحدي في مشاركة الميدان الذكي ميدان المرموم تحت ميادين السباقات. نقترب من المركز الأول والمسيطر لدى عملان عبد الهادي بن صالح الغفراني المري الآن يسير إلى أول الخطوات الصباحية وأول المراكز، بينما المركز الثاني شعار بن بلوش هناك يحتل المركز الثاني، ويأتي مرسال لإبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي يحتل المركز الثاني يتقدم إلى هذا الموقع وإلى انطلاقته في هذه اللحظة، بينما المركز الثالث نشوف يأتي بن زعل النداوي يقدم محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي ليحتل المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات، بينما المركز الرابع سيد يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات، وتعود ملكيته لصالح بن حنظل الفهيدي في المركز الرابع. مشاهدينا الاعزاء المركز الخامس شعار رئيس الهجانه يتقدم مع وجود خزاز في هذه اللحظات واحتل المركز الخامس محمد بن علي بن خليفه الرميثي. ها هي الخمسه مراكز اولى، الخمسه المنطلقه مشاهدينا الكرام، ولكنها تبحث عن ناموس مستحق يقدمها الاخوه المضمرين والملاك في صباح هذا اليوم وصباح التحدي. المركز السادس ننتقل إلى هملول بهيان بن عامر بن قانوش العامري يحتل المركز السادس أيها المشاهد العزيز، والمركز السابع سراب سيف محمد بن علي بالكندي الشامسي يحتل المركز السابع. يلا يا أبو سالم المركز الثامن فريح راشد بن علي بن دخيل المري يحتل المركز الثامن، والمركز التاسع هناك تقدم حوران لجبر بن محمد بن يمعه المهيري، والمركز العاشر اللي يتواجد فيه الحنيش اغلام بن موسى بن احمد البلوشي يحتل المركز العاشر. هذه العشر المراكز الاولى حتى هذه اللحظه في النداء الاول لمجريات هذا الشوط، والذي يحمل اكثر من يعني مشارك في هذا الشوط 35 مشارك تقريبا، والكل عيونه على الساعه، الكل عيونه على التوقيت، ولكن مسار الشوط نحو سيارته وانطلاقته الاولى، ولكن اشواط الطفح واشواط السرعه يسير فيها دائما الجديد والمزيد من التغيرات. عوده الى بدايه الشوط ومرسال ارسل ذبذبات الناموس، ارسل ذبذبات التحدي على الصداره، وياتينا ابراهيم بن سالم بن حمد المزروعي يتقدم ويقدم الاداء المميز حتى هذه اللحظات، شعار من شعارات الغربيه اللي يقدم المزيد من النتائج الطيبه والمرضيه. المركز الثاني عزام يتواجد في المركز الثاني، هنا عزام محمد بن علي بن خليفه الرميثي رئيس الهجان اكيد بلا شك ابو خليفه يحتل المركز الثاني، ولكن المركز الثاني حصل عليه تغيير من شعار الفهيدي، هنا سيد صالح بن حنظل الفهيدي. يلا يا بن حنظل اكيد هنا اليوم في انطلاقات هذه الاشواط الصباحيه الكل على استعداد في ايام الختاميات، وترفرف الاعلام والقنوات الذي تنقل لنا السباقات دائما بقياده قناه دبي ريسنج التي تقود هذا الحدث الكبير 2015 في مهرجانه الكبير ومهرجانه المثير. المركز الثالث ياتي عزام محمد بن علي بن خليفة الرميثي، والمركز الرابع هنا النداوي يلا يا النداوي على الجرح داوي محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي يسير إلى المركز الرابع، والمركز الخامس تقدم الآن الأدعم عبد الهادي بن صالح الغفراني المري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى الخماسية الماسية في شوطنا الأول الرئيسي للمهجنات الأصايل في هذا الصباح الجميل. نشاهد المركز السادس، أسماء قادمة، أسماء مشاهدين الأعزاء تنطلق في مستوى هذا الشوط والراقية جدا جدا في منافسات الكبار. يلا يا جماعة نشوف المزيد من التحديات، والكل يحافظ على انطلاقته، ولكن إبراهيم لازال في المركز الأول يهيم. هنا
هناك هناك مع مرسال مع مرسال مع مرسال. يلا يا إبراهيم راح إلى المركز الأول، سالم بن حمد بالمزروعي، إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي لا زال يتصدر هذه المجموعة. في مقدمة هذا الشوط، ولكن هناك المركز الثاني يحاول سيدا يعود إلى منصة التتويج إلى المراكز الأولى، ويأتي بن حنظل الفهيدي على المركز الثاني مطالبا بالناموس مطالبا بقوة التحدي والكل حقية بانتزاع المركز الأول. في مستوى القانون ومستوى انطلاقة هذا الشوط 6 كيلومترات تبقى 1400. المركز الثاني الآن غير عزام وعزم عزام محمد بن علي من خليفة الرميثي يجتاح المركز الثاني. المركز الرابع نشاهد النداوي محمد بن زعل الفلاسي، المركز الرابع الأدعم، يأتينا الغفراني في المركز الرابع عبد الهادي الغفراني المري المركز والمركز الخامس، بينما المركز السادس شاهين سلطان بن عبيد السبوسي يحتل سادس المراكز. المركز السابع شعار الهديفي، في هذه اللحظات مختار جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري، والمركز من. نشوف نشوان 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 مسلم بن عبيد بالعرطي الحميري، ها هو الآن وصل، وصلت الأسماء والبرنس واصل المركز التاسع، ولكن أشوف المركز العاشر وصل الذيب هزاع بن محمد بن عبيد الشمطي احتل المركز العاشر، ولكني من المركز العاشر أعود إلى مرسال مع 800 متر الأخيرة، أرسلوه أن يجيب الناموس، أرسلوه للبحث عن الانتصار أهالي الغربية، أرسلوه إلى ميدان المرموم هذا الميدان الذكي. ولا يزال إبراهيم بن سالم المزروعي، ولكن عزام عزم عزام عزام عزم على الناموس عزام محمد بن علي بن خليفة الرميثي إلى المركز الثاني، ولكن بالعرطي واصل، لكن نشوان واصل، مسلم بن عبيد بالعرطي الحميري واصل إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث، والسبوسي في المركز الرابع، ولكن مرسال من بداية الشوط في المركز الأول هيم مع إبراهيم لا زال هو المسيطر. ما شاء الله أهالي الغربية على موعد مع الناموس في الانطلاقات الصباحية هنا ليقدم مرسال هذا الفوز والانتصار. مرسال 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 على المركز الأول، ويسأل ويسأل كيف الحال، ونسأله كيف الحال لأهالي الغربية، أكيد الأحوال 100 على 100 على 100، وأسعد الله صباحهم في السلامات الصباحية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي المركز الثاني، يأتينا مختار أو نشوان لمسلم بن عبيد العرطي الحميري المركز الثالث، وصل من خلاله هنا عزام محمد بن علي بن خليفة الرميثي المركز الرابع، الذيب حمد بن محمد بن طالب بن عقيل، وخامس المراكز والمركز الخامس يصل فيه لدعم مشاهدينا الأعزاء عبد الهادي بن صالح الغفراني المري. هكذا أيها الحبل الكريم النتيجة لخمسة مراكز أولى، 9 دقائق 33 ثانية وجزئين من الثانية، التوقيت الزمني الذي قدمه مرسال لإبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي بهذا التوقيت الزمني. وأسعد الله صباحكم يا أهالي الغربية على هذا الفوز والانتصار الكبير في أول الأشواط الخاصة للمهجنات الأصائل. المركز الثاني كان نشوان مسلم بن عبيد بن العرطي الحميري، 9 دقائق 36 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، حيث حقق الانتصار في ثاني المراكز في انطلاقته في الشوط الأول الرئيسي للمهجنات الأصائل، بينما المركز الثالث حل مشاهدين الأعزاء وانطلق مباشرة إلى ثالث المراكز ليحمل التحية والناموس محمد بن علي بن خليفة الرميثي، 9 دقائق 39 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا على فوز عزام يا قائد الهجانة على هذا الانتصار.